بنرحب بحضراتكم من جديد ولسه مستمرين معاكم في الاحتفالية 66 لذكرى عيد الشرطة. ولسه دلوقتي كنا بنتابع معاكم وصول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنصب التذكاري ووضع إكليل الدهور على النصب التذكاري لشهداء الوطن. يعني عايزين دايما نتكلم ودايما بنتكلم عن دور رجال الشرطة ورجال الوطن في حمايتنا وحماية البلد، ودايما عارفين ان ليهم الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في انه احنا عايشين في امان لحد دلوقتي. كل يوم بيقدموا تضحيات علشان خاطرنا، علشان خاطر نقدر نعيش في بلدنا وهي امان، عشان خاطر نقدر نطمن على اولادنا وهم بعاد عننا حتى في مدارسهم او في جامعاتهم او ايا كان. يمكن اللي بيتعمل دلوقتي من احتفال وتكريم لاسرهم هو اقل واجب ممكن يتعمل ليهم. خلونا بس الاول نرحب بضيوفنا اللي منورنا النهارده في الاستوديو. معانا ضيفتنا مها احمد زكي نجلة الشهيد لواء احمد زكي، وكمان منورنا في الاستوديو خالد العيسوي الكاتب الصحفي. استاذ خالد العيسوي اهلا وسهلا بيكم، منورنا وصباح الورد. اهلا بحضرتك. يعني استاذ خالد، يمكن كنا بنقول دلوقتي ولسه نورك بتقول ان التكريم ده اقل حاجه بتتعمل، بس اكيد في دلاله معينه من اهتمام الدوله بالتكريم المستمر لشهدائنا، طبعا اذا كانوا من الشرطه او حتى من الجيش. التكريم المستمر ده واللي دايما بنشوفه وبنشوف له تجهيزات رائعه جدا، ليه دلاله؟ ايه هي الدلاله دي؟ بالتأكيد هو ليه دلائل، وبيعتبر قوة دفع لرجال الشرطة والجيش من الضباط والمجندين والأفراد لاستمرارهم في تقديم الواجب واستمرارهم في تقديم التضحيات من أجل هذا الوطن. خلينا أقول لحضرتك أنه النهاردة لما بيكون أو بيخلد اسم شهيد لأسرته بيبقى يعني حالة معنوية مرتفعة بالنسبة للأسرة بتاعته وبالنسبة أيضا لزملائه في العمل. يعني أنا النهاردة لما أكون أحد أفراد القوات المسلحة أو أحد أفراد الشرطة وتم استشهاد زميل ليا أو صديق ليا أو إلى آخره وأنا في داخل العمل، أكيد أنا من كتر اللي أنا شايفه أو الأجواء اللي أنا شايفها والاهتمام الدولة والقيادة السياسية واهتمام الشعب دايما بيه وافتقاره دايما بلفظ شهيد، ودي طبعا أعلى منزلة يعني يكفيها في الجنة، وإن كان أخذ حقه في الآخرة فلازم برضو ياخد حقه في الدنيا لأنه هو قدم لاستمرار الدنيا دي واستمرار الأمن فيها بالنسبة للشعب. فبالتالي أنت دايما بتحافظي على استمرارية تواجده وتواجد اسمه مع إعطاء لقب الشهيد إليه في الدنيا، ده بيكون تخليدا لذكرهم أكيد طبعا. بيدي الشباب وبيدي دفع أفراد الشرطة يعني قوة دفع إن هو فعلا مهما هيقدم مش هيكون يعني بالنسبة لزميله الشهيد ولا حاجة. صحيح. بالعكس النهاردة يمكن احنا شفنا نماذج كبيرة جدا من زملائنا في الشرطة أو الجيش كانوا بيتكلموا على إن هو نفسه يبقى زي زميله تمام، وان هو بيخرج من بيته بيتمنى الشهاده لانه هو شاف منزله زميله قد ايه في المجتمع وقد ايه كمان عند ربنا من ناحيه الدينيه ومن ناحيه القران. حتى الدفعات الجديده يا استاذ خالد، الدفعات اللي لسه كمان ما اتخرجتش بتتمنى بالتاكيد بتدرس لهم ده نوع من انواع التدريس، بتديهم قيمه وقامه بفكره انه انت مش بتعمل عمل عادي، وان انت لو قدمت تضحيه كنفسك للوطن ده انت هتكرم عند الشعب وعند الدوله وفي نفس الوقت عند ربنا تكريمك الاعلى طبعا. وبالتالي هيبذل كل مجهوده وهتخليه يبقى عنده اراده قويه ان هو يستمر في مكافحه الجريمه سواء الجريمه الارهابيه او حتى الجريمه الجنائيه. خلينا اقول حاجه كمان، انه المساله مش مساله ان الضابط الشرطه او فرد الشرطه بيموت في عمل ارهابي بس، ده في ناس برضه بتدفع ارواحهم في استمرار ملاحقه المجرمين والقضاء على الجريمه الاجراميه الجنائيه اللي هي يعني برضه لا تقل خطوره عن الجريمه الارهابيه. صحيح. وبالتالي احنا كل شهداء الشرطه والجيش بيقدموا تضحيات من اجل القضاء على مفهوم الجريمة بشقية سواء الإرهابية أو الجنائية. جميل. طيب أستاذ خالد، احنا طبعا زي ما احنا عارفين وزي ما احنا دايما بنشوف الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيولي هذا الملف اهتمام كبير جدا، فحضرتك تتوقع كلمة النهاردة كده في الاحتفالية ممكن تتضمن أو ايه أبرز النقاط اللي حضرتك ممكن تتوقع ان هي تكون داخل كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة؟ شوفي طبعا هو الرئيس السيسي دايما كلماته بيبقى فيها مجموعه من الرسائل ومجموعه من النقاط الارتكاز، ان كانت المتمثله في الرسائل فهي تستمر ايضا قوه الدفع لضباط وافراد الشرطه
من خلال الإشادة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنهم بيقدموا تضحيات من طبعا. أجل هذا الوطن. وإحنا ما بنتكلمش من فراغ. خلينا لما نيجي نحط كده بس مقياس قد إيه كانت الأعمال الإجرامية والإرهابية في 2013 و2014 الجيش ده، هو مش هيسيبك، لازم طبعا. يستمر وراك سواء في الميديا او في او في, في, أي, في اي شيء. خليني اسال حضرتك على مصطلح القوه الغاشمه واللي سياده الرئيس بيستخدمه بقاله اكتر من مره، ويمكن تاكيدا تاني على هذا المصطلح تم استخدامه في اخر لسه من 4 سنين في المؤتمر حكايه وطن. صحيح. ما قال هنستخدم القوه الغاشمه وارتجل سيادته. صحيح. وقال هنعمل ايه يعني. صحيح. اللي هو فاض بيه. صحيح. يعني ما عادش اللي بطل مناظره، بس ما هو هو كان رد بيرد على اللي بيناظره. صحيح. ازاي قوه غاشمه؟ زي يقول لا جوه فوق الغشيمه كمان. أيوة. وهنستخدم يعني كل اللي احنا عايزينه. هنعمل لكم ايه؟ بمعنى احنا بنتعامل مع مين؟ هو حضرتك انت بتتعاملي مع مين عشان تطبطبي عليه وتتكلمي عليه بقوه غير غشيمه؟ ناس بتخش يعني. بتاخد اولادنا وبتمشي وما نعرفش دول مين ولا ممولين من مين ولا جايين لنا منين، يعني الموضوع صعب جدا. لازم يكون في قوه غاشمه. دلاله بقى المصطلح وتوجيهه كان، هل بنقصد ناس معينه بنوجه ده لبلد معينه او لارهاب معينه؟ وتوقيته كمان الرئيس حددهم وقال احنا اخواتنا واهلنا في سيناء ومدنيين، واحنا قال حتى احنا ما ضربناش بيت واحد من اللي طلع منه نار قبل كده. ما ضربناش بيت واحد. كل دي افتراءات كانت على الجيش المصري والدوله المصريه في الفتره الاخيره، لكن مصر لو عايزه تخلص الموضوع ده في ساعتين زمن يا فندم هتخلص. صحيح. مساله بس احنا عندنا يعني دروع بشريه موجوده. يا حضرتك هو انت بتتكلمي في جزء لا يتعدى 1% من 1% من مساحة سيناء، تمام؟ لما يكون عند حضرتك تحالف دولي من 30 دولة بيقولوا احنا بنواجه الإرهاب في سوريا، وتدخل تركيا تروح تخلى الأراضي السورية وتضرب في الشعب السوري. صحيح. اللي احنا شايفينه. يبقى انت حضرتك النهارده بتستخدمي قوة فوق القوة الغاشمة. طبعا طبعا طبعا. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا حضرتك. يعني الأستاذ خالد لاسيوي الكاتب الصحفي والجميلة اللي بتشرفنا دايما معها أحمد زكي نجلة الشهيد لواء أحمد زكي، شرفتونا ونورتونا. مشاهدينا احنا كده هننتقل إن شاء الله الآن وصلنا آخر حلقتنا طبعا، وهنسيبكم دلوقتي والانتقال لأكاديمية الشرطة لمتابعة يعني حفل بقى تكريم طبعا ذكرى ال 66 لعيد الشرطه وولادنا وشهدائنا الابطال زي ما قلنا. صباح الورد عليك وصباح الورد عليك يا سمر. صباح الورد عليك يا سمر، وصباح الورد على كل اللي شافونا وتابعونا النهارده في حلقه صباح الورد. النهارده كانت حلقه نهايه الاسبوع، استنونا والاسبوع القادم يوم السبت اللي جاي من 9 ل 11. الى اللقاء، صباح الورد.